وقال علاء ميهوب مدير اللجنة الفنية بالنادي الأهلي أنه تابع عددا كبيرا من اللاعبين بشكل جيد خلال الفترة الماضية، وأعد ملفا خاصا لكل لاعب ولعرضه على المدير الفني الجديد. وأكد أن لجنة الكرة ستعلن عن اسم المدير الفني الجديد للفريق في خلال الساعات المقبلة، موضحا أنه لن يمانع في العودة للعمل بالجهاز الفني الأهلي إذا طلب منه ذلك. وشدد على أن تخليه عن عمله كمدرب وقبول إدارة اللجنة الفنية كان بعد طلب من محمود طاهر رئيس النادي السابق، ومشيدا بقدرات ناصر ماهر العائد للنادي بعد نهاية إعارته لسموحة، مؤكدا أنه من أفضل المواهب بالكرة المصرية.